أول شيء أني أشارك في الافتتاح. بالنسبة لي هذا طموح أي فنان، أنه شارك في افتتاح مهرجان كبير أو موسم كبير مثل موسم جدة. بعدين جدة مكان سياحي، في بحر، في بر، وفي مطاعم، وفي ناس طيبة، وفي أصحابنا، فتلاقين في مقومات كبيرة اجتمعت إنه يكون موسم جدة ناجح. اللي شفناه اليوم نجاح عظيم، نجاح رهيب. في مشيارش